اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، الله، دي لعبه بلاي موبيل سيتي لايف بتاعه برنسس، وايه في المحل بتاع اللي بيبيع ويدنج، اللبس بتاع الويدنج، الله، الفساتين الافراح الفظيعه كلها بقى موجودة في المحل ده. اللعبة دي صالحة للأطفال من سن 4 ل10 سنين، وقود اللعبة 9226. اوكي، في كمان بقى فساتين سواري، وفي فساتين افراح، وفي بقى مراية عشان البروفة عشان العروضة تيجي تقف عليها وتقيس. الله، شفتوا شكلها حلو ازاي؟ اوكي، وهنا بقى دوت الايه، الستارة بتاعتها، وهنا كمان الايه، كل الديكوريشن والحاجات دي هنقعد بقى نركبها مع بعض ونقعد نزينها ونقعد بقى نشوف يا ترى دي عبارة عن ايه، نقدر ان احنا نركبها ازاي. واو، بصوا، بنلبس بقى البنوتة الفستان ده وكده تطلع يكون شكلها كده. ممكن احنا نلبسها بقى بأي شكل تاني. الله، وهنا بقى دي اشكال الفساتين والترابيزات والناس حاجات اللي بيستخدموها والعروسة بتقف عليها عشان تقدر ان هي تقيسها. الله، هنا بقى دوت الباترينا، وهنا بقى السكات، وهنا الشجر. الله، بصوا بقى شكلها حلو ازاي. هنلبس بقى المودلز، في برضو عصاير، وفي ميك اب، وفي سجاده وكرسي وجوب والبتاع اللي اتعلق عليها، وسشوار وقلوب وحاجات كتيره جدا. الله، هنفتحه بقى كده ونقدر ان احنا ايه، نقعد نركب مع بعض الحاجات ونتفرج بقى عليها ونشوف بقى ترى دول عبارة عن ايه. الله، شفتوا ده في مكونات كتيرة جدا. هنفتح بقى الاكياس دي كلها ونقعد بقى ان احنا نركبها. واو، بص الاكياس الكتير قوي دي. لا، شكلها حلو قوي، وهقدر بقى ان انا اركبها كلها في المحل الكبير قوي ده بتاع الايه، العرايس وفساتين الافراح وفساتين السواري، عشان بقى لو حد عنده مناسبة فرح او خطوبة او كده يجي يشتري من المحل ده الفستان، وفيه ممكن بقى يعمل ميك اب ويحط بقى الايه، حاجة السشوار. اوكي، اوكي، نفتحوا بقى الاكياس دي كلها دلوقتي ونقعد بقى نركبها. هنفتح بقى مع بعض، نفتح ونشوف هنقدر ان احنا نركبها ازاي. نبتدي بقى نركب مع بعض دلوقتي المحل الفظيع قوي ده.
الله، بص بقى، ركبت الديكور بتاع المحل الفظيع ده. واو، لا شكله جامد جدا. الله، هنا بقى حطينا الستاير دي، مكان البروف العروسة بتقيس فيها، واليمين والشمال بقى في محلات اللي هي بتاعت الفازلين السواريه والميك اب. الله، بص بقى شكلهم حلو ازاي. ممكن بقى نشتري ماسكارا وليبستيك. البنات بقى هنا واقفين، هم ممكن يلبسوا بقى الباروكة، يعملوا بقى اكستريم ميك اوفر. وهنا بقى في الطرح والايه والدراسز بتاعتهم الرهيبة. بصوا هنا بقى في دراس اللي هو ايه، لونه ذهبي. ونكمل بقى عليه الحاجات اللي احنا عايزينها تحت. الله، ممكن بقى نغير لها شعرها. واو، لا شكلها عاجبني جدا. اوكي، وهنا بقى في البنوتة التانية اللي شعرها لونه ايه اسود، واللي عندها جزمة بكعب. وهنا بقى برضو البنوتة دي. الله، وهنا بقى نلبسها الفستان ده. بصي يبقى شكله حلو عليها ازاي. بصوا لبسناه بقى عليها. واو، الله، ده يهبل عليها. وممكن نلبسها بقى الجيب لو احنا عايزين، وممكن احنا نلبسها البرنيطة على حسب ما احنا عايزين نلبسها ايه. الله، بص البرنيطة على الفستان بتاعها بقى حلو ازاي. ومعانا بقى ازايز الايه العصير، ومعانا بقى لبس الفستان الفرح اهو بقى الناحية التانية. وهنا المدرس بقى لسه عايزين نلبسهم الفساتين، ونوقفهم بقى على الباترينا كده علشان لما حد يجي يقدر ان هم يقيسوا الفستان، او يقيسوا الفستان، او يقيسوا بقى فستان الفرح. الله، وبص بقى مكان معاه الفستان الفرح الطرحة بتاعته كمان. وهنا بقى في حاجات ممكن هما يستخدموها، الهاند باكس، الشنط او الاكسسوارات اللي بيلبسوها بقى مع فستان الفرح. الله، هنا بقى دوت بنركبه كده اهو، ده الفستان. اهو نركب بقى فستان لونه جولد. هنا بقى فستان لونه ازرق وعليه فيونكة زي ما انت شايفين. الله، بصوا هنركبه بقى كده. واو، اهو ركبناه بقى كويس، وعلناه على الشماعة. الله، بصوا وحطينا بقى دوت كده هنا ورا. ادي كده بقى معانا، بصوا 3 فساتين على عينيهم، وفي برضو فستانين قصيرين. الله، بص لبسنا الموديل بقى فستان صغير منهم، ولبسنا الموديل التانية الفستان ده. الله كده بقى خلصنا، علقنا الفساتين كلها وظبطناها في المحل. واو، علقنا بقى الورد كده.
الله، بس بقى الورد فظيع عشان عروسة تمسكه بقى في ايديها. واو، نكون بقى كده خلصنا القسم بتاع الفساتين، وانا بقى في المراية كمان عشان اي حد عايز يجي ان هو يتفرج ويشوف نفسه. الله، شفت بقى شكلهم حلو ازاي. وهنا بقى الايه، السجادة مع الكرسي عشان لو حد بيجي يتفرج عليهم. وهنا بقى العريس والعروسة بالكالندر بقى بتاعتهم، ودي الصور بقى الفوتو سيشن بتاعتهم. واو، وهنا بقى العروسة وانواع الدريسز اللي موجودة. لا، عاجبني جدا الشكل بتاعهم. وهنا دي بقى المشاريب، وهنا بقى دوت الزرع. الله، وهنا بقى دي العصافير. واو، بص بقى اوضه الميك اب هنا. هنا بقى دي البوست كارد، هنا بقى دي هنلبسها لها كده الشبونة على الموديل. وهنا بقى في الوردة. الله، وهنا بصوا، حطينا بقى فيه لسه برضه صغنون كده، ممكن اطفال بقى ان هم يمسكوه. ممكن نحطهم بقى على شعر المودلز كده. الله، لا اللعبة فعلا تجنن. بلاي موبيل، قولي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في اللعبة الفظيعة دي في الجزء التاني. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.